الجنة بلا ناس ما بتنداس، والفن بين الناس هو الإحساس، والإحساس هو الروح، الروح للرقص جسمه، والموسيقى صوتها، والتمثيل مريتها، والشعر كلمتها. الفن هو الجمال، جمال الروح اللي بيعطي للأرض معنى. ومهما تعبت الأرض، الفن برد للروح. كل أنواع الفن رح يجتمعوا بليلة واحدة، سهرة الميركس دور بكازينو لبنان، لنغير الواقع بالحلم ولنرد الروح للعالم وللبنان. Heal the world with art and music.